أكتوبر تشرين الأول 1954، حيث التأسيس باسم الهيئة التنفيذية العليا، مروراً بالاعتراف بها تحت مسمى هيئة الاتحاد الوطني في 20 مارس 1956، فانتكاستها عقب محاكمة قياداتها في 6 نوفمبر تشرين الثاني 1956، وانتهاء بتسفير ثلاثي الهيئة عبد الرحمن الباكر، عبد العزيز الشملان، وعبد علي العليوات. لمن فاهم في سانت هيلانا في 28 ديسمبر كانون الأول 1956. الهيئة ذات العمر القصير، ورغم ما طال أداء قياداتها من نقد نتيجة لنهايتها الدراماتيكية، فقد ظل الإجماع بشأنها حاضراً بوصفها بوصلة الوحدة الوطنية في مملكة البحرين. الجزم بذلك اتكى على حقيقة لم يعد بوسع البحرينيين إنكارها. هيئة الاتحاد الوطني كانت ولا تزال الحزب السياسي الوحيد الذي تمكن من جمع البحرينيين تحت مظلة مطالب إصلاحية واحدة. فمنذ غياب الهيئة القسري بدءا من 6 نوفمبر 1956، على اثر المحاكمات التي طالت قياداتها، ظل البحرينيون احزابا وشيعا، تارة بفضل الصراع اليساري الديني، واخرى بفضل الصراع السني الشيعي. طبعا هذا اقتباس من مقالة لجريدة الوسط في 7 ديسمبر 2015، هيئة الاتحاد الوطني بوصلة الوحدة الوطنية. نبدأ مع الأستاذ عبد الصمد النشابة من التجمع القومي، ليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أحب أشكر جمعية وعد على استضافة هذه الحلقة الحوارية للتيار الوطني الديمقراطي حول ذكرى 60 للهيئة الوطنية. كما أشكر الحضور، أحب أنوه هني مكان عندنا المفترض مداخلة، ولكن تغير الموضوع وأصبح ورقة تقدم، والآن نقوم بتقديم ورقتنا. ليس هناك أي شك في أهمية تناول قضية الوحدة الوطنية باعتبارها مسألة هامة وملحة، نظرا إلى طبيعة الظروف التي يجتازها بلدنا والمنطقة عموما، حيث تصاعد المخاطر الطائفية والمذهبية التي باتت تهدد وحدة أقطارنا ومجتمعاتنا العربية كافة. وفي هذا السياق ليس هناك من يجادل بأن المجتمع البحريني ومنذ تفجر الأزمة السياسية في فبراير 2011 قد دخل نفقا مترديا على أكثر من صعيد. من بعض سماته وتجلياته هذا الانحدار في مستوى الوعي الوطني لحساب التخندق والانقسام المذهبي الذي صار عنوانا للمرحلة الحالية، وارتباط ذلك بقوة يقويه حضور قوى الإسلام السياسي، وهو مستوى لم تبلغه الحالة الوطنية من قبل وعبر كل محطات تاريخ العمل الوطني في البحرين. لذلك فإنهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأجواء الخانقة يبدو الحديث عن الوحدة الوطنية وكأنه ركض خلف سراب، أو أشبه بأحلام الظهيرة كما يقال. لكن في مفهوم الواجب الوطني والمسؤولية السياسية والوطنية الملقاة على عاتقنا قوى سياسية وطنية، وخاصة القوى الشبابية
ليس لنا من خيار سوى المضي في طريق ترميم هذه الوحدة ولملمة أشلائها التي تناثرت بسبب الخلافات السياسية والاجتماعية وما أدت إليه الأزمة من تداعيات مريرة، ولا بد أن تعمل على إصلاح العطب والتفسيخ الذي أصاب وحدتنا الوطنية ومواجهة كافة التحديات التي تقف في وجه استعادة وهج وحيوية هذه القضية الأساسية والمحورية. أن الوحدة الوطنية إلى جانب عناصر أخرى مهمة من قبل السيادة والأمن والاستقرار والديمقراطية تمثل مكونا أساسيا وجوهريا لكل المجتمعات والدول التي تنشد التطور والتقدم. لذلك هي تحتل مساحة مهمة في فكر وأدبيات كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها السياسية ومشاربها الفكرية. كذلك هناك علاقة طردية بين قوة وصمود المجتمعات والدول في مواجهة الأخبار الداخلية والخارجية، وقود وصلابة الوحدة الوطنية، وبقدر تعلق الأمر بحالتنا الوطنية الراهنة، فإنه لا بد من تحديد مفهوم وآليات وحدتنا الوطنية التي ننشدها في ظروفنا الصعبة الحالية، خاصة بعد أن رأينا كيف تتوارى هذه الوحدة خلف جدران الاستقطابات الطائفية، وبعد أن حصل هذا الجرح الغائر في قسم المجتمع البحريني. في هذا السياق يمكن القول أنه مهما تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر بشأن مفهوم المواطنة، فإن هناك اتفاقاً عاماً على اعتبار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز الوطن ومسلمة من مسلمات تطوره. وكذلك يتفق الجميع على أن أساس أي وحدة وطنية هو الإنسان المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، فقد ارتبط به تاريخياً واجتماعياً ووجودياً كلياً. كما أن هناك اتفاقاً أيضاً على ضرورة تحمل أو تستبطن الوحدة الوطنية أسباب ترابط الشعب بعضه ببعض، وأن هذا الترابط هو الذي يمنع أي انقسامات أو صراعات عنيفة قد تقود إلى دعوات من انفصالية أو إقصائية. ومن أجل ضمان استقرار ودوام هذه الوحدة، يرى كثير من علماء السياسة والفكر والاجتماع بأن هناك جملة من الأسباب يمكن أن تؤدي إلى ضرب وتدمير الوحدة الوطنية، وفي مقدمة هذه الأسباب غياب الحرية وانعدام العدل والمساواة، بالإضافة إلى غياب الأمن والاستقرار وشيوع حالات من التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو المذهبي أو السياسي أو العرقي. لذلك فإن بعض هؤلاء المفكرين ينظر إلى الوحدة الوطنية باعتبارها صورة من صور العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة السياسية، بحيث يتوحد الشعب في وحدة مصيرية وفي إطار من المسؤولية المشتركة يخضع فيها المواطن للحكومة أو السلطة القائمة. كونها حكومة عقد اجتماعي جاءت نتيجة رضا وقبول وتمت بطواعية واختيار، وبذلك تكون الوحدة الوطنية حصيلة إرادات كل المواطنين وكل مكونات وأطياف المجتمع، خصوصا عندما تقترن هذه الوحدة الديمقراطية. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سبيل تقوية وترسيخ الوحدة الوطنية في أي مجتمع من أجل تقوية مناعة هذا المجتمع في وجه أي تحديات ومخاطر، لا بد أولا أن يكون هناك إيمان صادق بهذا الخيار الوطني، ومن ثم العمل عليه مهما كانت الصعاب أو التضحيات التي يتطلبها. من خطوات هذا العمل المطلوبة على هذا التوجه والاتجاه وضع حد لكل الدعوات والخطابات التي تقوم على إلغاء أو الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك، كما لا بد من التصدي لكل محاولات تجاهل التعددية والاختلافات الطبيعية بين مكونات المجتمع، والنظر إليها باعتبارها عامل قوة وليست عوائق أو مضادات للتوافق الداخلي. فالوحدة الحقيقية والصلبة لا يمكن أن تعيش وتتواصل إلا في ظل التنوع والاختلاف المشكوك، لأنها في نهاية المطاف هي
هي نتاج هذا التنوع والتمازج بين الأطراف المختلفة. فطالما أن الوحدة هي حصيلة مشتركات اجتماعية وثقافية وسياسية بين أبناء الوطن الواحد، فإن الواجب يدعونا حكومة وقوى سياسية ومكونات مجتمعية إسناد وتقوية هذه المشتركات، لا إضعافها وتدميرها، خاصة في أوقات الأزمات التي يوقف فيها مناعة المواطن في مواجهة المخاطر والتحديات. كما لا بد لنا من السعي والتحرك من أجل خلق الأجواء المناسبة لوجود مبادرات وطنية يمكن أن تساعد على استعادة الوحدة الغائبة أو المغيبة قسرا بفعل بعض السياسات أو الخطابات التي تفت من عضد وحدة المجتمع وتجلب له الأضرار والكوارث. فقد بات من المؤكد أنه ليس هناك شيء يصون الوحدة الوطنية ويحمي مكاسبها مثل المواطنة الكاملة والمتساوية، إضافة إلى ترسيخ العلاقات بين مكونات المجتمع على قاعدة التعايش والتسامح والتعددية وصيانة حقوق المجتمع. فقط بهذه القيم والتمسك بها نستطيع تجاوز كل إكراهات الماضي ومرارات الحاضر والتوجه نحو مستقبل أفضل خالي من التوترات والهواجس والشكوك المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد. وشكرا. الشكر جزيل للأستاذ الفاضل عبد الصمد المشاور الأمين العام للتجمع القومي. ملخص الورقة بأن الأستاذ لخص قضية الوحدة الوطنية وربطها بقضية الديمقراطية والتعددية، هذه القضية الأساسية، وبالتالي هذه دار عزز من مناعة الوطن أمام الاستقطابات الطائفية ودعوات الإقصائية الموجودة. الآن ننتقل إلى الأستاذة زهرة عبد الله من منبر التكلمي، إذا تفضل وقتها تكون عن موضوع الوحدة الوطنية، تركزي على موضوع الوحدة الوطنية، تفضل. شكراً. مساء الخير. أنا رحت بتصل في نفس المصاب اللي صبت فيه ورقيت الأستاذ عبد الصمد. نحن اليوم بصدد مناقشة واحد من أهم المواضيع التي تشغل فئة واسعة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام في البلاد، ألا وهو موضوع الوحدة الوطنية كقضية تمس حاضر ومستقبل هذا الوطن. فهي ليست شعاراً يرفع في مؤتمر أو عنواناً لمقال، فالمجتمع منقسم منذ أحداث فبراير 2011. طبعاً ازداد الوضع تعقيداً وتأزيماً منذ رمضان الفائت، حيث تصاعدت وتيرة الطرح الطائفي وبرز وبشكل واسع خطاب الكراهية المقيت، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية. السؤال هنا اليوم، من يتصدى لهذا الوباء الخبيث الذي يفتك بالمجتمع لكي يتعافى جسد الوطن منه؟ أجزم بأنها مهمة ليست بالسهلة، ولكن هناك تجارب في محطات عدة جرى خلالها إنقاذ الوحدة الوطنية. لهذا سوف أتوقف أمام أحد أهم هذه المحطات المضيئة في تاريخ حركتنا الوطنية والديمقراطية، وهي مرحلة هيئة الاتحاد الوطني. في الأعوام 1954 و1956 أطفأت هيئة الاتحاد الوطني النار التي كادت أن تشتعل في البلاد بسبب الفتنة المدبرة من قبل المستعمر البريطاني وأعوانه في محرم 1953. يقول القائد الوطني الراحل عبد الرحمن الباكر في كتابه من البحرين إلى سانت هيانا عن فتنة محرم 53: من المؤسف أنه انساق وراء تلك الفتنة العمياء كثير من الشباب، نسوا واجبهم الوطني وتخلوا عن مبادئهم انسياقا وراء العاطفة الهوجاء،
ويواصل: وقد أسفت غاية الأسف حينما علمت بأن منهم من كان يدعي أنه فوق الطائفية والإقليمية، وقد انجرف وراء هذا التيار وحمل راية التعصب الأعمى. يضيف الباكر قائلا: لقد كانت مسؤوليتي كبيرة، فبدأت أطفئ أوزار تلك النار التي انتشرت في كل بيت في البحرين، لا سيما وقد شاهدت بنفسي كيف كان الإنجليز يعملون ذلك في مومباي حينما كانوا يشعلون الفتنة بين الطائفتين الإسلامية والهندوسية. بذل الباكر والشملان ورفاقهما جهوداً كبيرة لتوحيد الطرفين من خلال اللقاءات والاجتماعات التي كانوا يقومون بها في المنام والمحرق. استطاع الباكر ورفاقه تأسيس هيئة الاتحاد الوطني التي كانت الحدث الأهم في تلك الفترة التاريخية، في الاجتماع اللي تم في حسينية أحمد بن خميس في السنابس في 13 من أكتوبر 1954، اللي ضم طبعاً ممثلين عن السنة والشيعة من مختلف قرى ومدن البحرين. انبثقت منها هيئة تنفيذية عليا قوامها 120 ولجنة تنفيذية مشكلة من 8. أنجزت الوحدة الوطنية، وعلى أثرها تم رفع أهم المطالب الوطنية للشعب، وهي تأسيس مجلس تشريعي، وضع قانون عام للبلاد الجنائي والمدني، والسماح بتأليف نقابة للعمال، وتم تأسيس محكمة عليا للنقد والإبرام. كل ذي مارق للسلطات المستعمر البريطاني وعوانه بسبب وحدة الشعب والتفافة حول قيادة الوطنية، فتم الإجهاز على هيئة الاتحاد الوطني واعتقال ونفي قيادتها وكوادرها، وانتهت محطة عامة من النضال وكفاح شعب البحرين. في خضم نضال هيئة الاتحاد الوطني برزت القوى الديمقراطية كجبهة التحرير الوطنية البحرانية، وتأسس حزب البحث في فرع البحرين وحركة القوميين العرب أيضا فرع البحرين. وما يميز هذه الأحزاب السياسية انخراط المناضلين في صفوفها من كل المذاهب والأعراق والقوميات، والتي سوف يبرز دورها الكفاحي والنضالي في انتفاضة مارس المجيدة. إن مفهوم الانتماء الوطني أو الوحدة الوطنية يعتبر أحد أهم المفاهيم المركزية التي تحدد طبيعة علاقة الفرد وارتباطه بوطنه وجماعته وولاء له، ويكشف عن الآلية النفسية التي تتحكم في هذه العلاقات، وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القيم والمعايير والأعراف التي توجه سلوك الفرد نحو هوية وطنية واحدة. يتميز المجتمع البحريني تعدد والتنوع الديني والأثني والقبلي والطائفي واللغوي، وهذا التعدد والتنوع يجب أن يسود التآلف والتعايش والتسامح، حتى وإن صار حدثت بعض الاختلافات والصراعات بين فئة وأخرى، فإن مساحة التسامح قد تتسع أو تضيق أحياناً، ولكنها في الأخير تكون صمام الأمان الذي يحافظ على الوحدة والتماسك بين هذه المكونات ويساعد على التعايش والتكامل الاجتماعي. ونتمنى أن لا يصل الأمر بين هذه المكونات إلى خلاف يؤدي إلى إلغاء الآخر ونفيه. ليس من الغريب أن يجد المرء وهو يتجول في المنامة كنيسة بجانب مسجد، حسينية بجانب معبد هندوسي أو يهودي، أو أن يتجاور العرب مع العجم، الشيعي مع السني، أن يتعايشوا مع بعضهم البعض في خيمة وطنية واحدة. إن التعدد والتنوع في مكونات المجتمع البحريني له ظاهرة صحية، إلا أن مع الأسف وحدتنا الوطنية ليست متماسكة، وللأسف متشظية بسبب تعدد وتنوع واختلاف المكونات الاجتماعية، تعدد الولاءات والانتماءات، النزعة الأبوية التي تسيطر على البنية الفكرية والاجتماعية والثقافية لتقوم عليها علاقات القرابة وصلة الدم. ولذلك فإن أزمة الوحدة الوطنية إنجاز التعبير هي ليست من داخلها بقدر ما هي من الخارج، أي من التحديات التي تجابهها، فتجعل كل جماعة فرعية تستقطب مشاعر الولاية لهويتها الفرعية على حساب الهوية الوطنية.
وهو ما يؤدي إلى أزمة وحالة من التوتر والتمزق الوجداني الذي ينمي التمركز على الذات ويدفع إلى التعصب والتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي، وبالتالي يقلل من فرص التسامح والتفاهم والحوار. إن الوجود الحقيقي للإنسان المدني مرهون بوجود هوية الوطنية، وعندما يتحقق له ذلك يشعر بأنه في مأمن من كل الشرور. فوجود الهوية الوطنية يعني الكثير، وفي ظلها تعيش الهويات الأخرى بأمان وخير وسلام. وحين تغيب تنتعش وتنشط كل الهويات الثانوية الأخرى التي تلقي بالإنسان في أحضان الموت. وأرى أنه حين يحضر الشعور والمسؤولية المشتركة بالمصير والروابط والتاريخ والأهداف المشتركة بين أبناء هذا البلد، تحضر حينها الهوية الوطنية على أتم وجه، وتختفي الهوية الطائفية والهويات الفرعية، وتعيش كافة هذه الهويات بأمان واستقرار، لأن الهوية الوطنية حين تسود وتنتشر بقوة تحافظ على باقي الهويات. وموجز القول إن الدولة التي تعمل على تمزيق شعبها تفقد شروط أمنها واستقرارها. وشكرا. شكرا زهرة عبد الله من التقدم. نعم، الدولة التي تمزق مجتمعها تفقد شروط أمنها واستقرارها. وأيضا رفعت السؤال، من يتصدى لورد الانقسام الطائفي؟ نحن في 2016، من يتصدى لورد الانقسام الطائفي؟ الآن ننتقل للأخ حسين عبد الله في نبذة تاريخية في الدروس المستفادة أيضا للهيئة الاتحاد الوطني، تجربة هيئة الاتحاد الوطني. مساء الخير جميعا. بدأت الخمسينات بفتنة طائفية بين السنة والشيعة، ورفعت تلك الفتنة عقلاء القوم إلى التحرك باتجاه إصلاح ذات البين وتوحيد الصفوف حول قضايا وطنية وجوهرية. وتزامن مع الفتنة الطائفية حوادث أخرى، إذ يشير الباكر إلى أن البنود كانت تعاني من نار الطائفية التي أشعلها الاستعمار البريطاني في فتنة محرم. النواة الأولى في تأسيس هيئة الاتحاد الوطني أو اللجنة التنفيذية العليا كما يحبون يسمونها، تمثلت في مبادرة نخبة من الأشخاص في البحرين بتشكيل صندوق تعويضات التأمين بسبب ارتفاع مشكلة التأمين على السيارات. وتم الإضراب في سبتمبر عبر صائغي الباصات والسيارات الأجرة إثر قرارات من الحكومة فرضت بمجرد حقوق التأمين على السيارات بأسرع مرتفعة. كان هذا الإضراب من أبرز المظاهر الاجتماعية للحركة المطلبية في أواسط الخمسينات. وبعد ذلك كانت حركات العمال والطلاب ورجال الدين والتجار آفاق أوسع لإلهام ذلك التحرك الهم من عام القضايا القومية والعربية بغض النظر عن الانتماء، على خلاف التحركات السابقة التي كانت تستقطب فئات معينة من دون أخرى. انتخب الباكر رئيسا للصندوق، وقام باستخدام المقر الصندوق للاجتماع مع النخبة والحديث عن موضوعات أخرى، مما أثار غضب المستشار البريطاني تشارلز بولغريف، والذي أمر بسحب جواز الباكر بحجة أنه قطري الجنسية. تحركت شبكة واسعة من النشطاء في كل مكان، وبناء عليه توحدت في عقب ذلك لتأسس الهيئة التنفيذية العليا في السنابس في 13 أكتوبر في عام 1954، وانتخب 8 من أعضاء مع قاعدهم الشخصيات بلغ عددها 120 شخص حسب كتاب الباكر من مختلف مناطق البحر. وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات تحضيرية من قبل الوطنيين في رأس عمان والمحرق وما تضم من خميس وغيرها من المناطق ليكسروا الجدار الطائفي ويحبطوا الفتنة الأخيرة ويفشلوا سياسة فرق كسب التي كانت تستخدمها الانتداب البريطاني. واتفقوا على وحدة الكلمة والصف والمطالب الوطنية. وانتخب في الاجتماع كل من عبد الرحمن الباكر كامينا، عبد العزيز الشملا، إبراهيم فخر، إبراهيم موسى، عبد العلي العليوات، السيد علي كمال الدين، عبد الله بديل،
محسن التاجر لتشكيل اللجنة التنفيذية التي اتخذت على عاتقها صياغة المطالب والتي تركزت فيه. 1. تأسيس مجلس تشريعي. 2. وضع قانون جنائي عام للبلاد ومدني. 3. السماح بتشكيل نقابات للعمال. 4. تأسيس محكمة عليا للنقد والإجرام. أبرز إنجازات الهيئة. في الإضراب الأول نتج عنا الإنجازات التالية: جلب خبير بسن قانون مدني وجنائي، انتخاب لجنة لمساعدته فيما يتعلق بأوضاع وتقاليد البلاد، جلب قاضي لكل محكمة بجانب القضاء المحليين، تنظيم الأمن حسب النظم المتبع في العالم، إصلاح السجون، تأليف لجنة لدراسة مشاكل دائرتي التعليم والصحة وتشكيل مجلسين خاصين بهما مستقلين إداريا وماديا. في الإضراب الثاني في عام 1956 تم إعفاء بالجريف الناصري، استدعاء الدكتور سنهور لسن القوانين المدنية والجنائية، واعترف الحكم بالهيئة التنفيذية العليا في 16 مارس 1956 على أن يتم تغيير اسمها إلى هيئة الاتحاد الوطني كأول منظمة سياسية معترف بها في الخليج العربي. حل الهيئة. في 5 مايو 1955 هذه كانت حوادث جانبية أدت إلى غلب الإنجليز والحكم من الهيئة بما أدى إلى حلها. في 5 مايو 1955 وصل الزعيم جمال عبد الناصر إلى البحرين، وذلك أثناء رحلته من إندونيسيا، ووجد جماهير كثيرة ترحب بالرئيس النصري، وكان الإنجليز ينظرون لهذا الرئيس على أنه العدو الأول. 2 فبراير 1956 زيارة وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد للبحرين، وتزامنت الزيارة مع نبأ إطالة جلوب باشا في الأردن وتم رشح موكبه بالحجارة. في 30 أكتوبر 1956 هب الشعب البحريني والعربي أجمع لمناصرة مصر ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وكان هذا حال الهيئة التي أعلنت الإضراب، فأصدرت الحكومة إعلام ينص بمعاقبة أي موظف يضرب عن العمل بعدم دفع راتبه في الأيام التي تغيب فيها، لكن الشعب البحريني لم يحتم وعلن الإضراب مع الهيئة. ردا على ذلك أصدرت الحكومة قرار بمنع المظاهرات، وأعطت الشرطة الصلاحية لاستعمال العنف لتفريق المتظاهرين، وأن الشرطة ليست مسؤولة جنائيا في حالة قيد أي شخص، والسجن 5 سنوات وغرامة 5000 روبية لكل من يمنع أو يعطل إعطاء الإشعار من قبل الشرطة للمتظاهرين. وعلى الرغم من ذلك صارت المظاهرات، وأعلنت الحكومة حظر التجول في 3 مارس. عندما أصيب 4 أشخاص عندما أطلقت الشرطة النار لتفرق التجمعات. وفي نوفمبر من نفس العام استغلت السلطات البريطانية شغال الرأي العام العربي والعالمي بقضية السويس، وقامت بتوجيه حكومة البحرين لاعتقال قائد الهيئة، فقامت باعتقال 4 أشخاص منهم عبد الرحمن البوكر، عبد العزيز الشندون، عبد العلي العليوات، وابراهيم بن موسى، وابراهيم فخر. وفي 26 نوفمبر تم حل الهيئة. في 29 نوفمبر أعلنت الحكومة رفع حظر التجول. طبعاً قامت الحكومة بمحاكمة قائد الهيئة على أساس تهم يعني باطلة، هي محاولة قتل الحاكم وأفراد أسرته وبالجريف، إجراء تغييرات غير شرعية في الجهاز العسكري بالتعاون مع جهات خارجية المقصود بها مصر، إدخال منظمات عسكرية البحرين وتهيج الرأي العام خلال 4 سنوات. طبعاً يعني ما أشبه مطالبهم في ذيك الفترة مطالب من اليوم. يعني الأربع مطالب الأساسية يمكن إحنا ليهم يعني الناطق من أجلها. يعني من أكبر دروس إحنا استفادنا من هيئة الاتحاد الوطني، من رغم اشتغال الأزمة ورغم وجود صعوبات وجود نار مشتعلة طرفياً، إلا أن الهيئة نجحت في لمس شامل وتوحيد الصفوف وإبراز القضية الوطنية والقومية العربية كقضية أولى للبحرينيين. طبعاً إنشاء مجلس تشريعي هي مطلب لازم نطالب فيه لغاية اليوم. يعني المجلس التشريعي الموجود معطل مقيد، لا توجد به أدوات رقابية كافية، لا توجد به أدوات حساب كافية للحكومة. يعني هاي مطلب لازم نطالب فيه.
على الرغم من تأسيس الاتحاد الأمم للنقابات والذي تابعت جهود ونضالات العمال منذ تأسيس الاتحاد الأمم التهاب عن بحر العمال في عام 1955 وحلت وظلت النضالات في فترة عقود تحاول أن تعيد إنشاء قاضي الاتحاد الآخر. اليوم نجحنا في تأسيس الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين والذي لا زال يعني يعمل بشكل نصفي حيث أن يعني موظفي قطاع العام غير ممثلين في هذا الاتحاد ولا يوجد من يمثلهم نقابيا وهي مطلب نظن نطالب فيه وهذه جزء من مطالب الهيئة. أما في تعلق في مسألة الإصلاح القضائي فالوحدة من السلطة التنفيذية لا تزال مسيطرة على السلطة القضائية إداريا في تعيين القضاة وتحديد مكافآتهم وترقياتهم بحيث التعامل معهم وكأنهم موظفين، يعني هذه مشكلة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. يعني نرى أن هيئة الاتحاد تاريخ مشرف، تاريخ مضيء، وكانت يعني تناضل من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وللأسف يعني هي مغيبة عن شريحة عودة من البحرينيين، يعني جزء عود ما يدرون شنو هيئة الاتحاد، وهذه جزء من يقع على عاتقنا، نحن علينا أن نقرأ صورة هيئة الاتحاد الوطني، وعلينا أن نراوي الناس أن نحن يعني النضالات والممارسات اللي احنا نمارسها ممتدة منذ عقود، يعني مو صنع اليوم وأمس. والعلم الأبرز اللي ممكن يعكس صورة هيئة الاتحاد الوطني هو تعزيز الملامس التاريخ دون إخفاء تاريخ الحركة الوطنية. ليش مو موجود في كتاب التاريخ في البحرين ذكر هيئة الاتحاد الوطني؟ استخدام وسائل الاتصال المعلوماتية كالفيسبوك، تويتر، انستغرام وغيرها لتوثيق نظرات القادة التحركات السياسية. جزء يقع منهم شيء كشباب علينا أن نعقد لقاءات ومقابلات مع عناصر فترة الهيئة ونستفيد من الدروس والعبر اللي احنا اللي معاشوها وكيفية نقل الشباب اللي موجود حاليا. شكرا على حسن الاستماع. قبل أن أنتقل للورقة الأخيرة في بس نيسيار نيسان تيلا 96-00 نرجو تحريكها من مسارك على الجمعة نيسان تيلا 96-00. شكرا. الورقة الرابعة بعنوان هيئة الاتحاد الوطني والديمقراطية المؤجلة. انطلق واقتبس لوالتر بنيامين، طبعا هذا الاقتباس من كتاب الدكتور معدل كاظم استعمالات الذاكرة في المجتمع التعددي مبتلى بالتاريخ. يقول والتر بنيامين: تمر بسرعة صورة الماضي الحقيقية ولا يمكن الامساك بالماضي لك صورة تومض لحظة ولا تعود أبدا. في هذه الورقة راح أركز على 4 عناوين رئيسية. العنوان الأول: البحرين وظلال فبراير 2011. طبعاً كما هو معلوم للجميع في مارس 2011 تم إعلان حالة السلام الوطنية للسيطرة على التظاهرات الشعبية الغير مسبوقة منذ أيام هيئة الاتحاد الوطني، منذ أحداث هيئة الاتحاد الوطني. والملعومة هذه الحركة ملعوم من ومتأثر بأحداث الربيع العربي، حيث أن الأنظمة الحاكمة في كل من تونس ومصر تساقطت في 14 يناير وفي 11 فبراير على التوالي. رغم التعديلات الدستورية التي أقرت في مايو 2012 إلا أنه لم يتغير بعمق النسق الدستوري والسياسي السائد في البحرين، لقد سمحت بتغيير معادلة ميزان القوى الناظم لعلاقة طرفي الإصلاح، والذي يتجلى من خلال بروز دور مجلس النواب في إقرار برنامج عمل الحكومة، إلا أن تقييد الجمعيات السياسية والمجتمع المدني أعاق من إمكانية قيام مؤسسات المجتمع المدني طبعاً العمل والجمعيات السياسية بدورهم الفاعل في العملية السياسية.
جاءت الانتخابات النيابية والبلدية في 2014 في ظل أجواء سياسية فاترة تصاعدت فيها الدعوات من قبل الجماعات المعارضة وبشكل غير مباشر بعض الجماعات الموالية لمقاطعتها وعدم المشاركة فيها، واستبقت الحكومة الانتخابات بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء المجلس البلدي المنتخب للعاصمة المنامة واستبداله بأمانة معينة وكمحاولة لطرح وتحريك الساحة السياسية. تم طرح وثيقة العيان التي لم تجد أي صدى لدى الشارع السياسي البحريني ولدى المتابعين. طبعاً تسارعت الأحداث لما وصلنا إلى 2016 وما أسميه بالحركة بالحلقة المفرغة في 2016. العنوان الثاني الاستقطاب الأمني والطائفي. طبعاً تدخل الاحتجاجات عامها الخامس أو السادس وسط انقسام مجتمعي حاد ومخيف وتصعيد للحالة الأمنية. طبعاً صاحبها تراجع في المناخس الحقوقي والسياسي والوضع الاقتصادي. تناسلت الأزمات أزمة وراء أزمة، وطبعاً فشلت جميع المحاولات لوضع أطراف الأزمة السياسية على طاولة حوار. طبعاً منذ 2011 نحن نعيش مخاض سياسي وأمني عسير وعنيف في بعض محطاته. طرحت مبادرات من قبل السلطة ومن قبل المعارضة كمحاولة لوضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة، ولكن مع الأسف لا تجاوب. تزايدت طبعاً نحن أمام تزايد لحدة الاستقطاب الطائفي في المنطقة اليوم وتراجع لمداخل النفط، وبالتالي هذا يفرض على البحرين اليوم الدفع بإصلاحات حقيقية مؤيدة شعبياً ونقل الحراك السياسي إلى داخل البرلمان كامل الصلاحيات وحص الصراع السياسي بين الوزارة والبرلمان بعيداً عن حالته الحالية المتمثلة في استقطاب رباعي سياسي أمني طائفي وأقليمي. العنوان الثالث الحاجة لمراجعة ثالثة للدستور. يعتبر الدستور الحالي والصادر في فبراير 2002 أساس أزمة الثقة بين الأسرة والمعارضة، حيث تدعي الحكومة أن التعديلات صدرت بتفويض شعبي بعد قرار الشعب لميثاق العمل الوطني، في حين تقول المعارضة أن الدستور الجديد صدر بإرادة منفردة ويعد انقلاباً على ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وما نص عليه دستور 1973 العقدي من آليات خاصة للتعديل. في 3 مايو 2012 صدق الملك حمد بن عيسى على مجموعة من التعديلات الدستورية، وذلك بعد قرار مجلس الشورى والنواب، إلا أن هذه التعديلات لم تلقى صدى وقبول وسط البحرينيين. إن الحاجة أصبحت ماسة اليوم للقيام بقراءة ثالثة للدستور عن طريق هيئة منتخبة شعبياً وقرار التعديلات من خلال استفتاء شعبي، وهنا نقترح خيار الدسترة لتأصيل الحقوق والواجبات وتنظيم النظام الانتخابي وتحديد صلاحيات وامتيازات الأسرة المالكة ودور الأحزاب والمؤسسات التشاركية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الوطني. العنوان الرابع المحاصصة، هل تتعارض مع المواطنة؟ هناك نوعين من المحاصصة، الأول هو المحاصصة السياسية التي تخضع لتوافقات سياسية بين الأحزاب وتتمثل في عدة صيغ، أهمها الائتلافات السياسية في الأنظمة البرلمانية تتشكل لسد في الأنظمة البرلمانية تشكل الائتلافات السياسية لسد فراغ معين بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية أو بسبب ظروف استثنائية تمر بها البلدان. أما المحاصصة النوع الثاني من المحاصصة هي المحاصصة الطائفية أو العرقية أو المناطقية، وهي تفرض صيغ سياسية توافقية بين المجموعات المشكلة للمجتمع، ووفق هذه الصيغة يتم تقاسم المجال العام وفق نظام دستوري أو عرف سياسي متوافق عليه. أن الإصلاح السياسي يجب أن ينطلق من قاعدة المواطنة الدستورية ويوازيه إصلاح اقتصادي وإداري لتفعيل مشاركة البحرينيين في إدارة الثروة الوطنية
وتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة والمساواة والتمكين الاقتصادي. أن إصلاح مؤسسات التمثيل السياسي هو أحد مطالب هيئة الاتحاد، مجلس النواب، مجلس الوزراء والمجالس البلدية، ووضع تشريعات وطنية لتجريم التمييز ودعم مؤسسات المجتمع المدني وخلق فضاءات عامة مشتركة وتفعيل المناسبات الوطنية الجامعة سيساهم في تحجيم فكرة المحاصصة الطائفية والانقسام المجتمعي. أن سياسة الدمج الجبري التي قامت بها بعض الحكومات لفرض الاندماج الوطني أثبتت عدم جدواها وفشلها، بل وشجعت الهويات الفرعية على المقاومة والمحافظة على خصوصياتها. والبديل هنا يتمثل في الدمج الطوعي من خلال عقد دستوري ملزم لجميع مكونات المجتمع، والتأسيس لمواطنة متساوية، وتعزيز الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بين جميع البحرينيين. هذه طبعاً أربع عناوين رئيسية نستطيع فيها تلخيص مرحلة ما بعد الهيئة. وهنا أختم أيضاً المقولة التالية، أن منذ العشرينات إلى يومنا الحالي أصل النزاع في البحرين هو صراع على استملاك الفضاء العام. عشان كذي نجد بأن جميع المطالبات السياسية منذ العشرينات إلى يومنا الحالي هي لتنظيم إدارة الثروة العامة وإيجاد مؤسسات تمثيلية للناس تساهم في إيصال صوتهم وصنع قرارهم السياسي. شكرا جزيلا. الحين نفتح باب المداخلات. طبعا هنا في مداخلات جاهزة. نبدأ مع الأستاذ فاضل الحليبي من المنبر التقدمي. تفضل الأستاذ، وبعد الأستاذ عبد النبي الأكري من بعد. فنبدأ مع الأستاذ. تفضل أستاذ فاضل. ليش وقع يصير ذا من بعد؟ مساء الخير جميعا. في البداية أتقدم بالشكر إلى القائمين على هذه الفعالية أو هذه الورشة بمناسبة الذكرى 60 لهيئة الاتحاد الوطني يروس عبر الوحدة الوطنية، ونشكر جمعية وعد على استضافتها لهذه الفعالية. أنا أعتقد الدرس الأول يعني والدرس الأبلغ والأعظم هو إطفاء فترة محرم عام 1953، مثل ما ذكر أحمد، مثل ما ذكر حسين، وما ذكرت زهرة، التي على أثرها تداعت كوكبة من الشخصيات الوطنية لتوحيد شعبنا وتوفيد الفرصة على المستعمر البريطاني وأعوانه. يعني كانت بتكون كارثة لو ما توحدوا في حدود معروف إنه في محرم صارت هي الفتنة الطائفية، واللي ادعوا فيها لأول اجتماع تم عقده في مسجد اسمه مسجد خميس في منطقة المنامة في عام 1954. بعدين طور الموضوع إلى دعوة إلى الحضور للاجتماع الأكبر اللي صار في حسينية بن خميس في السنابز في 13 أكتوبر من عام 1954، واللي على أثرها تم انتخاب اللي هو قادة الهيئة الثمانية من أصل 120 شخصية وطنية. وإحنا في ذيك الفترة يعني هذه الهيئة يعني المفيد إن ربما لم تكن حركة ثورية سياسية بالمفهوم الثوري، يعني ممكن نقول عنها حركة برجوازية وطنية لأن فيها معظمها كانوا من الأعيان والتجار ورجال الدين في البحرين. هذا الشيء اليوم نفتقده. يعني لو نجي نسوي وجه مقارنة ما بين الذين اجتمعوا في إماتم بن خميس وما بين الموجودين حاليا، هناك بن شاسع. هل هذه الشخصيات ربما يكونون يمكن أولادهم ربما أحفادهم، هل يستطيعون يقيمون بنفس المهمة اللي استطاعوا أجدادهم أو آباهم القيام بها في الوقت الحالي؟
هذا مهم يعني وجه المقارنة، لأن اليوم إحنا نعيش وضع مأساوي. يعني بعد اللهوة أحداث فبراير مارس 2011 أعتقد صار شرخ عميق في الوطن، وهذا الشرخ يبقى لا نعرف متى نتوحد بالفعل، متى يصير وحدة. وهو أكيد ليس مسؤولية شعبية، هي مسؤولية رسمية، يعني الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في تعبئة الشارع باتجاه هذا الانشطار. صحيح في شخصيات وفي قوة اجتماعية في البلد يعني ليها بعد يد في ما هو حاصل، تتحمل مسؤولية كبيرة، ولكن المسؤولية الأكبر على من يمتلك وسائل الإعلام، يمتلك المال، يمتلك جهاز المخابرات والأمن، ها هم عليهم المسؤولية الأكبر والأعظم وليس الشعب. هذا من ناحية المقارنة اللي حبيت أذكرها في مسألة اللهوة الهيئة. المكاسب اللي تحققت في أثناء الهيئة مثل ما ذكروا زملاء اللهوة صندوق التعويضات، تأسيس اللهوة اتحاد عمال، إذا قلنا اتحاد العمل البحراني، قيل إن 15,000 صاروا أعضاء في ذيك الفترة، فيعتبر رقم جدا كبير يعني حقيقة. وظلوا النقابيين يستفيدون من المواد اللي فيه من أجل تشكيل نقابات، هذا ما دعا في بداية اللهوة السبعينيات، تداعوا النقابيين لتشكيل هيئة لتشكيل اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال وأصحاب المهن الحرة في البحرين. فهذه عوامل يعطيك إن شلون إحنا قاعدين في دروس مثل ما نقول وعبر كيف نستفيد منها في وقتنا الحالي من الهيئة. نجي إلى موضوعنا الآخر اللي هو والأهم، أعتقد في شغلة أطلق عليها اليوم المهمة الوطنية التي لم تنجز. ما هي المهمة الوطنية التي لم تنجز؟ أنا بوجهة نظري يعني على صعيد السياسي التنظيمي تشكيل التيار الوطني الديمقراطي. التيار الوطني الديمقراطي 10 سنوات الآن مضت استطاع أن يحقق الوثيقة السياسية بعد تداولات وبعد مداولات، وهذا الشيء يعتبر إنجاز بعد 10 سنوات. لكن لا نريد أن تمضي 10 سنوات أخرى لتشكيل لجنة التنسيق أو الهيكل التنظيمي، لا نريد هذا، وأقولها من القلب. لم يعني لأن هناك حقيقة العديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وغيرها ومن فئات واسعة من شعبنا اللي طالبنا الإسراع بالإعلان عن قيام هذا التيار الوطني الديمقراطي، واللي أكدنا في أكثر من مناسبة لن يكون مناكفاً لأي قوة سياسية في البحرين، بل سوف يكون إضافة نوعية إلى مجمل الحركة الوطنية والمعارضة في البحرين، وراح يشكل رافعة وطنية حقيقية في ظل الوضع المأساوي الذي نعيشه. من هنا نؤكد على أهمية الإعلان عنه في أقرب وقت، لن يكن مقبولا أكثر مما مضى. يعني 10 سنوات مضت تداولات لقاءات حوارات من عام 2006 حتى استطعنا اللي هو التوافق على الوثيقة السياسية. فالآن إحنا أمام وقفة حقيقية للإعلان عن هذا التيار الوطني الديمقراطي لأجل إنجاز المهمة الوطنية بالفعل، لأن اليوم إحنا في بلدنا نعتقد أن القوة الوطنية الديمقراطية القوة الغير عابرة للطوائف والقبائل تستطيع إنجاز هذه المهمة. لأن الوضع أنا ما هي المهمة اللي أقصدها؟ مهمة الوحدة الوطنية، لأن اليوم شعبنا في وضع مأساوي، انشطار لا يمكن يعني القول، يعني كلكم تعرفون وهذا واقع ان الوضع يريد له من يعني ينتشل هذا الشعب من ما هو عليه. نعرف وندرك ان الوضع الامني سيء، واحنا لا نريد ان نعيش حقبة قانون امن الدولة السيء الصيت لمدة بعد 25 سنة من جديد نعيشه ومن جديد يصير اصلاح وكذا. لا، احنا نقول ونرفع صوتنا بشكل واضح وصريح، لابد من دفعة جديدة الى مشروع العمل الوطني واعطاء نوع جديد. لا يمكن، لان الازمة في البحرين ازمة سياسية يراد لها حل سياسي ليس حلا امنيا. الحل السياسي هو الحل الوحيد للبحرين. شكرا لكم. شكرا.
مثلي بعد ما يعرف. شكرا يا أخوة كرام. عبد أوكي. طيب مساء الخير جميعا وبدون ميكروفون. طيب خلي شو خلاص يسمعوني الناس خلاص يا حق البث ما يشتغل. أوكي. طيب مساء الخير جميعا وشكرا لوعد لهذا المناسبة 60 عام وإلى الشباب الثلاثة والشاب الرابع بالروح أيضا للأوراق عبد الصمد للأوراق اللي قدموها. أود أن أعطي 5 ملاحظات سريعة. لماذا هيئة الاتحاد الوطني حاضرة في ذاكرة وضمير شعب البحرين رغم مرور 60 عام رغم أن هي فقط 2 سنين؟ هاي تروين الأحداث التاريخية اللي تحفر عميق في ذاكرة ومغزاها وأهميتها ليس بالاستمرار لسنوات طويلة وإنما بما أنجزت بما مثلت بالرمزية اللي مثلتها هيئة الاتحاد الوطني. هيئة الاتحاد الوطني هي حركة سياسية جمعت شعب البحرين كله واستطاعت في فترة بسيطة أن تحل أو التناقضات اللي ذكر عنها في محرم أو فتنة محرم وغيرها وأن تبني أيضا على تاريخ البحرين من التعايش. ليست هي أنا لا أتفق من الكلام أني جاءت ردة فعل أحداث فبراير لأحداث محرم. نرى أن تاريخ البحرين مستمر متواصل في انتفاضات 22 غواصين 38 الحركة الإصلاحية نادي صوت البحرين اللي كانت تصدر ذاك الوقت بهيئة من المتنورين من الشيعة والسنة وتشيع الفكر الحديث في شعب البحرين تجاور البحرينيين في العمل إلى آخر ذلك. فهي ليست ردة فعل هي فعل. واليوم نستذكر هيئة الاتحاد الوطني كأنها أمس حدثت نستحضرها بالفعل اللي شكلته في جمع شعب البحرين نحو برنامج سياسي واضح جمع المتدينين وشبه المتدينين وغيرهم. وهني يمكن أنا أختلف مع أنه التميز التيار الديمقراطي هناك في نضال وطني معركة وطنية نضال وطني يجب أن يجمع الكل على برنامج وطني. القضية الثانية النقطة الأخرى اللي أريدها وهو أنه الآن لم توثق هيئة الاتحاد الوطني بشكل كامل. هناك في نفرات من هنا ولا في دعوة لها. يعني ما هو المصادر اللي نتكلم عن مصادر هيئة الاتحاد الوطني؟ نتكلم عن الباكر مذكرات الباكر من البحرين إلى سانت هيلانا يوميات السجن في سانت هيلانا اللي كتبها خالد البسام عن أحمد الشملان عبد العزيز الشملان. نتكلم عن الأرشيف البريطاني والذي لم يترجم يعني ترجم هنا وهنا لكن لم يتابع بشكل جيد. نتكلم عن مذكرات ديفيد ماب اللي هو نشر بعض الحلقات منها في الوقت وبعضها في كتب أحمد عبيدلي وكتبت أنا ترجمت بعض الحلقات في الوسط اللي هو كتاب ليفيت والألون والذي هو كان رئيس تحرير النجمة الأسبوعية وكان له دور كان من الإنجليز النادرين الذي انفتحوا على شعب البحرين وحركة الوطنية وكتب مذكراته. هذا الذي أعرفه الآن. يمكن في مصادر في هناك في حاجة للتنقيب وجمع هذا التراث الهيئة وتقديمه واستخدام هذه المرحلة. طبعا في يوميات الجريف أيضا أكيد النقطة الأخرى دور الإنجليز. نحن ساعات ننظر الإنجليز كشر مطلق وهذا غير صحيح. الإنجليز ممثلين بمقيم سياسي للخليج والأجنت الوكيل السياسي
والشخصية الثانية اللي هو المحورية بالجريف. إذا تابعنا طريقة التعامل مع الهيئة سنجد أن الإنجليز حاولوا يلعبوا دور الوساطة، وكانت أيضا هيئة الاتحاد الوطني تراهن على هذا الدور، يعني على مثل ما يقول المتنبي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الآن من الذي أقنع الحاكم بالترخيص للهيئة؟ هو بالجريف، ما كان، وكالتعامل مع الجريف، وكانت تستقبل قيادة الهيئة من قبل المقيم السياسي. طبعا يمكن لما انجليز كانت عندهم حساسية مطلقة بالعلاقة الهيئة مع عبد الناصر مع مصر، لكن لم اعتقد ما كان عنده مشكلة ان يعترف فيها كتنظيم سياسي في البحرين ويتعامل مع البحرين. وهني يمكن جاءت حرب العدوان الثلاثي لتجهز على الهيئة، لان يمكن اعتبر الانجليز بان الهيئة عبارة عن ايجنت او وكيل الى عبد الناصر الى اخر ذلك. هذا لم يكن، لكن يجب ان نكون موضوعيين في التعاطي مع كل من لعب دور في ذاك الوقت، ولا ايضا نعتبر الانجليز شر بالكامل. نيجي للموضوع الراهن شعب البحرين. طبعا شعب البحرين، البحرين كجزيرة على ممر في الخليج وقريبة من كتلتين، الكتلة الإيرانية أو البر الإيراني والبر العربي، هي أكيد في سكان أصليين، أكيد هذا الشيء، لكن أيضا تراكم إلى أن تشكل شعب البحرين من هذا الخليط من المهاجرين مع السكان الأصليين. وهنا لما نتكلم عن التعايش في البحرين، نحن لا يجب أن نكون أيضا علميين، لا نتكلم عنه بشكل مطلق أو بشكل مثالي وأنه كل أحد كل واحد منا يحب الثاني، لكن هناك في مؤشرات في المجتمع فرضت نفسها. عندما نتكلم عن بلدية المنامة كانت منتخبة من مكونات المجتمع، عندما يعني كان أيضا لما نتكلم عن غرفة التجارة والصناعة كان أيضا البحارنة العرب، يعني تصفين السنة النجديين الإيرانيين، هكذا هذه المكونات اللي كان حرص على أن يكون هناك في هذه العناصر تتمثل. فإذا المجالس البلدية أو غرفة التجارة كان هناك حتى الإنجليز واعين لها المسألة، ولذلك أقاموا أيضا محاكم خاصة، محاكم إسلامية ومحاكم مدنية ومحاكم الطوائف. نحن نتكلم عن تجاور المسجد مع جامع مع السينوغا والكنيس، هذا الجزء من بنية سيرورة. الآن كان الحكم ما كان يستوعب هذا الشيء، لأن الحكم تفعلية غير مكونة، لكن الإنجليز كانوا يستوعبون هذا الشيء. واليوم عندما يتم الكلام عن تآلف شعب البحرين وغيره، ويسوي أكو على فكرة فيها فطاط في الشوارع عن حشد يروح لروما ليقول للناس إن إحنا يعني سمن على عسل وإن كل شيء أمور تانية، هذا الفضل فيه عود لهذا بنية هذا الشعب وصيرورته وغيره. وأنا عندما أتكلم عن اليوم طبعا في أخطاء في الصيرورة هذه، لم يتم الدمج الكامل. البحرينيين كانوا يعيشون جنب بعض ولا يعيشون مع بعض بالتحديد، ولذلك لا نجد كتل سكانية مندمجة تماما باستثناء مشروعين أو ثلاثة اللي هي أراضي الجديدة وحمد ومدينة حمد ومدينة عيسى، لا نجد هذا الاندماج. وكان ممكن أن تكون مشروع سكانية اندماجية، وأيضا كان ممكن مجتمع، لكن في تجارب أيضا الأحزاب جمعت ناس من مختلف من السنة والشيعة والعرب والعجم إلى آخر ذلك النقابات. وما هو دور الدولة التي تتغنى اليوم بالوحدة الوطنية؟ هي تفتيت هذا الشعب للأسف، وليس وهذا كله يستخدم للاستهلاك الخارجي. ولذلك عندما نتكلم عن الوحدة الوطنية ونستعيد دروس الهيئة، لأن جسدت هذه الهيئة في بنيتها في قيادتها في برنامجها. واليوم أي واحد عندنا مشكلة بالنسبة للدولة، إذا كانت الدولة مستعدة تصحح الخطا ممكن، لم يفت الأوان. لكن أنا أعطي تجربة بسيطة، تجربة إيرلندا الشمالية. إيرلندا الشمالية حرب من 125 سنة،
بين البروتستانت والكاثوليك. يعني احنا ما وصلنا لهذه المواصي، لكن عندما كانت هناك في الدولة اسمها ويستمينستر عندها هدف بإنهاء هذه الحرب الأهلية بدمج الشعب الكتتين، وقفت على الحياد، مش وقفت على الحياد، عملت بشكل إيجابي، واللي راحوا إيرلندا يمكن الشمالية يدركون ذلك، بدأوا بإصلاحات هيكلية في الشرطة في الحكومة إلى آخر ذلك وفي البنية السياسية. بس آخر نقطة اللي أود توصية هو أن نشتغل مع بعض لجمع تراث الهيئة ودروس الهيئة ونقدمه للناس ويكفي. وشكرا. شكرا أبو منصور. أستاذ جاسم النعم تفضل. شكرا للأخوة أستاذ أبو منصور لم يكتب لي شيء من أي محاضرة وليس مداخل. أولا هيئة الاتحاد هي لم تقوم على أساس الوحدة الوطنية، وإنما تنام للمطاعم. يعني تكوين هيئة الاتحاد لم تأتي بجل الوحدة الوطنية. يعني صحيح إن هناك صار اعتداء على موقف الحزب، الناس متسوسين بعض الجماعات أو شيء، لكن هي لم تأتي لأجل يعني لم الشم في الوحدة الوطنية، وإنما هي أتت لمطالب خاصة والكل يعرفه، ولا زالت المطالب إلى الآن. هذا يجب توضيحها. زين، ثانياً إن إحنا نتكلم الحين مدة حوالي 10 سنين أو 5 سنين من 2011 إلى الآن، 5 سنين نتكلم عن الوحدة الوطنية. أنا شخصياً حضرت أكثر من ندوة وأكثر من يعني محاضرات في عدة أماكن عن الوحدة الوطنية، وهذا خطأ. يعني إحنا راح نعطي انطباع للغير بأن هناك يوجد مشكلة أو شق في الوحدة الوطنية والحكومة هي الحكم، كأن يعني شيء صاير مثل لبنان أو مثل العراق الآن. هذا لا يوجد شيء من هذا القبيل أبداً. ثانياً، حتى في 14 فبراير 2011 لم تتأثر الوحدة الوطنية، يعني لم تتأثر الوحدة الوطنية. ربما هناك سؤال يتردد، يعني دائماً هذا السؤال يتردد، إذا لم يتأثر الوحدة الوطنية لماذا شكل اللي في الدوار كلهم من فئة واحدة وليس يوجد من مكون الفاني؟ الجواب بسيط، يعني لأن التمييز، سياسة التمييز تعطي امتياز إلى فئة، صاحب الامتياز هذا هو لا يريد يخسر امتيازه، ربما هو معارض أو ربما هو متضامن معك، لكن هو لا يريد يخسر امتيازه لذلك يسكت. هذه هي الواقع كما أنا أشوفه، يعني الواقع. أما من ناحية الوحدة الوطنية، أنا أعتقد المجتمع البحريني لا زال متماسك، ويجب أن لا نقول نقوم ندوات باسم الوحدة الوطنية، وإنما نقول باسم مطالب الوحدة الوطنية. شكرا. مساء الخير جميعا. أولا أنا أضغط مع الأخوة اللي سبقوني شف المنظمين هذه الفعالية، وحقيقة الأوراق خاصة الأوراق قدمت من بعض الشباب، يعني شخصت حقيقة كثير من الأمور. ما حبيت حقيقة الداخل فيه أو أحاول أسلط الضوء عليه نقطتين في الرأي. أولا طبعا الأوراق اللي قدمت أوراق استعرضت تجربة وصولة يعني شاملة وجيدة، لأن في نقطتين أساسيتين في وجهة نظري. بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنية أو وما عمل على يعني خاصة الظروف المتشابهة مع ظروف مع فترة نهائية الفترة الطائفية اللي كانت موجودة، أنا أعتقد أن الفترة الطائفية اللي كانت موجودة وك
وكما أشار إليها أيضاً الباكر أو غيرتها الرفيقة زهرة، حيث أن كانت الفتنة لم تكن فقط يعني مستعمر أساساً، لم يكن يمنع على بلد الفتنة فقط في البحرين، ولما أشارت أن هناك كان في فتنة في الهند وكثير من الدول. إحنا نرى أن هناك أيضاً في الوقت الحالي هناك فتنة طائفية في المنطقة المكرمة ليس فقط في البحرين، أما بمعنى أن هناك المخطط هذا يتجدد، محاولات الاستيلاء على ثروات البلدان في البلدان ما يسمى في الوقت الحالي العالم الثالث هو استمرار إلى مخطط قديم إلا بوجوه أخرى، كما عمل المستعمر على إثارة يعني سياسة فرق الأسود سواء كان في الهند أو في البحرين أو في غيرها في الخمسينات والستينات، هو يعمل في الوقت الحالي أيضاً. إذا المخطط هو واحد، هو تفتيت المنطقة، وبالتالي يعني أعتقد من الكثير من السياسيين والكثير من الأبحاث أن في الوقت الحالي هناك توجه واقعي لضرب الوحدة يعني الدولة الوطنية في المنطقة بالذات، تفتيت العراق إلى كذا دولة، تفتيت لبنان، تفتيت سوريا، تفتيت أي دولة، وبالتالي ويجب يعني تنمية هذه الصراعات الطائفية في المنطقة من أجل السيطرة على ثرواتها. ما احنا لازم نكون دقيقين وواضحين بان هناك قوى عالميه لها مصلحه سواء كانت سابقا او الحين في اثاره هذه الفتنه وفي ابقاء عليها. مع ان هناك خلينا نشير ان هناك اكيد في المنطقه بعض القوى وممكن بعض القوى اللي ماسكه زمام السلطه تتماهى مع هذه المخططات. هي نقطه. النقطه الثانيه واللي انا اعتقد مهم ننتبه لها بعد ضرب الهيئه من القوى والدور الأساسي القوى الفاعلة اللي في الأرض واللي استطاعت أن تواصل المسيرة والنضال بحيث انبعث هذا النضال في 56 في 65 وفي 72. هني أعتقد سؤال ويجب علينا نحن بالذات جمعيات التيار الوطني أن نجيب عليه وإجابة صريحة، ألم تكن هي القوى الوطنية؟ هي اللي استطاعت ان تواصل المسيره والنضال بحيث تعيد هذا النضال في 65 وتقيل النضال ايضا في 72 الى ان وصلنا لمرحله الاستقلال السياسي. لا، اذا هني احنا يجب ان نوجه السؤال لانفسنا، ما هو دورنا احنا كقوى وطنيه؟ وهو كما اشار رفيق فاضل، هذا لن يكون متعارض مع القوى الاخرى اللي تسعى الى خير خير الشعب. يجب أن لا نتهرب من مسؤوليتنا الوطنية الحالية. أنا أعتقد جازمًا بأن التيار الوطني رسالته في الوقت الحالي هي بعث هذه الروح الوطنية. إذا يتهرب من هذه المسؤولية فأنا أعتقد عليه السلام. بمن عنده نستالجيا الماضي ومن خلال هذا النستالجيا نبي الحين نحل الحاضر. انا اعتقد ان الوضع الذي نشا في البحرين الان منذ 2011 حتى الان بالذات هذا وضع تاريخيا غير مسبوق، لا يمكن مقارنته لا ب 56 ولا ب 65. هذا وضع الآن تعقد أكثر لأن لا أبعاد مثل ما تفضل بعض الإخوان، لا أبعاد إقليمية أولاً، وضعنا إحنا بالذات الديموغرافي في البحرين والعراق وضع صعب جداً فيما يتعلق بالوعي الاجتماعي. إحنا خارج هذه الويوه الجميل المحدودة فيما يتعلق بالجماهير العريضة في البحرين قليل، يعني هذا احنا نتصور بعض الأمور لكن الواقع ما شكل بتاتا. هناك وعي
ديني مذهبي سائد لدينا تحرك تحرك عشرات الآلاف ومئات الآلاف، وهم تحليلهم يختلف عن تحليلنا أكيد يعني، ونظرتهم أيضا للوطن تختلف. هذا الأمور في حاجة إلى يعني خلينا نقول في حاجة إلى مناقشة مستفيضة ومركزة لفهم هذا الواقع الغريب، خاصة فيما يتعلق مثل ما تفضل الإخوان المنبر وغير المنبر فيما يتعلق بالتيار الديمقراطي الذي يتأثر ولا أدري لماذا. يعني قالوا الإخوان 10 سنوات صار له وحضروا بعض الأدبيات، وأنا قريت بعض الأدبيات يعني، وحتى الآن متأثر. ليش هو عندنا وضع خاص وكذا؟ ليش إحنا ما نشجع يعني التيار ممثلين الثلاثي موجودين كلهم؟ ليش ما نحاول يعني على الأقل نسوي يعني نتفق على الحد الأدنى يمكن ربما يعني في رحلة 1000 ميل يصير شيء، إحنا شوية يكون عندنا نوع من يعني تحليل أعمق من اللي موجود على السطح بما يتعلق بالرأي العام. هذا شيء. تكلم بمنصور عن مسألة مقارنة. ما خلصنا نحن نقول. اسمح لي دقيقة. اسمح لي. لا أكثر من دقيقة. إذا كلامي مو مناسب قول لي عشان إذا زيني إذا مفيد خلي أتكلم. لا تخلي لي بدقيقة ودقيقتين لأنه يعتمد على أنت إيش تطرح. زين؟ فيما يتعلق بتحليل أبو منصور أتفق وياه في أشياء كثيرة، لكن ما في مقارنة بين إيرلندا وبين البحرين. فرق كبير، فرق شاسع. أنا رجل عش 20 سنة في إيرلندا وأعرف زين يعني، يمكن أكثر من مصر زين، وكنت عضو في الحزب الشيوعي الإيرلندي على فكرة يعني، وفي القيادة أيضا، فأعرف مشاكل إيرلندا أكثر يعني، وبالتالي يعني مثل ما تقول فرق كبير إن إحنا نجيب شو اسمه نقول هكو حلوا المشكلة نبني لا ما ذا أنا بتقديري مشكلة البحرين عويصة إلى درجة كبيرة. الخطوة الأولى يجب أن نبدأ من أنفسنا الثلاثية، القوة الثلاثية. الآن نشأ وضع جديد، ونعم مثل ما تفضلوا الإخوان إن النظام رأى إنه يعني يدافع عن نفسه إنه يفرقنا، لكن إحنا ما لنا ذنب في هذا التفرقة اللي صارت في هذا الشرق الطائفي. أنا أعتقد التيارات الدينية بشقيها له ذنب كبير في هذا الشرق الطائفي الذي ياخذ بعد يمكن عقود ليتصلح. انا متاسف يعني ابدو نموذج شائم، ولكن هذا هو الواقع. وشكرا على الصائم. لا شك انه انا الحقيقه في 3 نقاط سريعه. اولا يجب اعاده كتابه التاريخ، لانه التاريخ في جزء كبير منه القوى السائده تحاول ان تفرض معادلاته، تحاول ان تفرض روايتها الاوحاديه للتاريخ. يعني هل قرأ أحدكم بأنه في ميثاق العمل الوطني إشارة إلى هيئة الاتحاد الوطني؟ ما في شيء من هالقبيل، لأن كانت المعادلات وقتها مختلة جدا، وبالتالي القوي هو من يكتب هذا التاريخ. نحن كقوى تيار ديمقراطي وكمعارضة سياسية يجب إعادة كتابة التاريخ بشكل ناضج، مش بشكل يعكس الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي
يعني نعاني منها. نحن اليوم لا، نحن مجتمع منقسم لنعترف، لنشخص الوضع لكي نستطيع أن ننطلق. البحرين هو الآن يعاني من حالة أو تعاني من حالة انقسام كبرى، شأنها شأن ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا. هناك في صراع دموي واحتراب. أنا أعتقد يسجل للتيار الوطني الديمقراطي وللمعارضة السياسية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي وقعت على وثيقة المنامة أنه لجمت الانحدار والانزلاق لعملية الاحتراب، لأن كانت ترفع شعار السلمية ليس كتكتيك ولكن كخيار لا رجعة فيه وخيار لا بد منه. النقطة الأخرى هي مسألة الوحدة الوطنية. أنا أعتقد أنه نحن كتيار وطني ديمقراطي بالفعل يجب أن نتصدى بطريقة متقدمة إلى عملية الوحدة الوطنية بما يعزز أو يؤسس إلى مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية أو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة والمرتكزة على المواطنة المتساوية، بمعنى أن إحنا اليوم صحيح البعض في هذا المجتمع يتمتع ببعض الامتيازات، ويمكن هو يتمتع بامتيازات ما كان يحلم فيها، ولكن بالصدفة أنه كان في هذا المكون أو ذاك المكون فتمتع بهذا الامتياز ولم يتمتع به أخي في شو اسمه في المكون الآخر. ولكن أنا أعتقد أنه نحن بحاجة إلى رؤية واضحة. إذا كان التيار الوطني الديمقراطي كما تفضل رفيق فاضل أنه 10 سنوات نحن نتحدث عن هذه الوثيقة، فأكيد هي في معطيات. نحن مع تيار وطني ديمقراطي يتقدم الصفوف بطريقة بحيث يعني يستطيع أن يقدم القيمة المضافة الحقيقية للنضال الوطني في البحرين. كيف نستطيع أن نقدم القيمة المضافة الحقيقية؟ لا يمكن تقديمها إذا كنا، لأن إحنا عندنا تجربة يجب أن ندرسها. تجربة هي فيما يتعلق بعد الانفراج الأمني والسياسي، كان فيه المشروع لصهر الجمعيات السياسية الآن الثلاث، كان أساسها جمعية واحدة، ولكننا لم نتمكن من صهر بعضنا بعض لأن نتيجة لتباينات سياسية وأيديولوجية في 2002 أو في 2001 اللي قادت إلى أنه التيار الأول شعبية تسير ومع المستقلين والقوميين الآخرة مع العمل الوطني، والتحرير مع تروح تسوي المنبر، والبعث يعمل التجمع القومي. بختم، يجب أن ندرس هذه التجربة لكي نكون بالفعل أن نقدم تيار وطني، مش من بكرة لما يصير انتخابات نيابية نختلف ينفض المولد. احنا عندنا انتخابات في 2018، كيف نقرأ هذا المشهد؟ أنا أعتقد في قراءات متباينة في قوى التيار، في من حسم أمر أنه بيشارك أو في من حسم أمر أنه سيقاطع وإلى آخره. إذا لم نتفق على أرضية صلبة سنمارس جريمة بحق هذا التيار إن أسسنا اليوم ومن ثم انتكس بعد سنتين. شكرا. شكرا أبو محمد. من الختام أشكركم على الحضور.